جهاد الجفري كاتبة يمنية. أنا حضرت المعرض الجميل ده اللي اجتمعت فيه المواهب والإبداعات العربية، وشفت قمة الجمال في اللوحات المختلفة اللي كل لوحة فيها تحكي حكاية رائعة وألوان مختلفة. وزوار المعرض ناس من النخب الرائعة اللي يعتبر معرفتهم ذخيرة فكرية ورائعة للحاضر وللجاي. وأتمنى أن المعارض اللي زي دي تتكرر باستمرار، ويكون في نشاط عربي وإيطالي وأوروبي على مستوى أوروبا والغرب بشكل عام لإظهار الفنون والإبداعات العربية.